وسهلا بكم مجددا طلابي طلاب الصف الثامن في الوحدة الثانية من هذا الفصل بعنوان في قصص الشعوب. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. سننتقل إلى الوحدة الثانية للصف الثامن بعنوان في قصص الشعوب. سوف نتناول فيها فن القصة القصيرة، وسوف نتحدث عن القصة القصيرة بالمجمل، وأنها عمل أدبي يصور حادثة من حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة. يتعمق فيها القاص في تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنسانية خاصة مع الارتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فيها. سيكون هناك عناصر أو خصائص للقصة القصيرة، بما في ذلك الوحدة، المقصود بها أن تتضمن فكرة واحدة أو حدثا واحدا وشخصية أساسية، إضافة لواحد أو لهدف واحد، بهدف أن يصب الكاتب جميع إبداعاته في هدف واحد. ثانياً التكثيف، أي التوجه بشكل مباشر إلى هدف القصة ومبتغاها من خلال أول كلمة فيها. والدراما، وهي وجود مزيج من الحرارة والحيوية في القصة حتى لو كانت خالية من الصراعات الخارجية. وعلينا أن نتأكد أن هناك ما يسمى بعناصر القصة كالزمان والشخصيات والمكان والعقدة والحل. سنقوم بهذه الحصة بقراءة جهرية حول نص صاحب القرار في الوحدة الثانية للصف الثامن. سنبدأ بالقراءة الصامتة ثم سننتقل إلى القراءة الجهرية للنص. ويذكر أن نص صاحب القرار للكاتب الطيب الصالح. الطيب صالح هو أديب سوداني له مؤلفات أدبية عديدة، منها مجموعة قصصية وعدة روايات مثل عرس الزين وموسم الهجرة إلى الشمال التي أخذ منها النص. طبعاً يتحدث الكاتب في هذا الجزء من الرواية كيف أنه ذهب ليسبح في نهر النيل لينفس عن غيظه، وكان هدفه الوصول إلى الشاطئ الشمالي من النهر، ولكنه أحس بالتعب والخدر وكاد يغرق، إلا أن رغبته في الحياة وإرادته القوية جعلته ينجو، ولأن ثمة أناساً قليلين أحب أن يبقى معهم أطول وقت ممكن، ولأن عليه واجبات يجب أن يؤديها، ولأنه طوال حياته لم يختر ولم يقرر، لذا قرر أن يختار الحياة بدلاً من الاستسلام للغرق. في الحصة التالية سنقوم بقراءة تفسيرية حول النص لنوضح أهم المصطلحات والمفاهيم الواردة فيه، بالإضافة للاختيارات الأدبية واللغوية التي اختارها الكاتب ليعبر عن فكرته في النص. ثم سننتقل لحل أسئلة المعجم والدلالة حول نص صاحب القرار. فهناك العديد من المصطلحات التي يجب أن تضاف للمعجم اللغوي كالتباشير والبهو، يدوي، مجلجلة وطقطقة، وغيرها من المصطلحات التي عليك كطالب أن تتعرف عليها خلال هذا النص. ثم سننتقل مباشرة لحل أسئلة الفهم والتحليل حول نص صاحب القرار. وهكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه
من مادة في القواعد حول الفعل المضارع ثم الانتقال إلى كتيب اللغة والأدب، فن المناظرة، نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعا سعيدا وموفقا أتمناه لكم. إلى اللقاء.